وسنتحدث أكثر عن نتائج التحقيقات في أحداث الناصرية مع عضو حركة نازل أخذ حقي الكاتب أحمد حازم. أهلا بك سيد أحمد، يعني حدثنا عن نتائج التحقيقات، كيف تلقيتم هذه النتائج بشأن أحداث الناصرية؟ هل لبت طموحاتكم هذه النتائج؟ بداية تحياتي لك وإلى جمهورك الكريم. بالتأكيد سيد الكريم، يعني أكدت يعني الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، يعني احترام الكرامة الوجودية للإنسان وعدم مقابلتها بالعنف المفروض والاضطهاد يعني الذي شاهدناه في السابق. ويجب مؤكد يجب أن يكون هنالك يعني احترام إلى إرادة يعني المحتجين الذين طالبوا بحقوقهم السلمية، بحقوقهم المشروعة وبالطرق السلمية، ولم يحملوا سوى العلم العراقي وسوى الورود، ويعبروا عن معاناتهم ومطالبهم بالرسوم وكثير من الآليات التي استخدموها للتعبير عن حقوقهم. بالتأكيد يجب أن تكون هنالك تحقيقات جادة، ويجب أن يكون يعني هنالك خطوات متقدمة من أجل يعني الكشف عن مصير هذه التحقيقات، من أجل يعني أن توقف هكذا خروقات، من أجل أن مستقبلا أن لا تحدث ولا تتكرر، لأن يعني هذه المسائل يعني جدا مسائل دقيقة في داخل المجتمع العراقي، وستأتي بنتائج سلبية إذا لم يكن هنالك تعامل يعني دبلوماسي وفق هكذا يعني هكذا طريقة من ناحية الاحتجاج. يعني يجب أن يكون يعني التعامل معها بصورة إيجابية والاستماع إلى مطالب المتظاهرين ما ينسجم مع الدستور وفق أحكام المادة 38 التي أتاحت للمحتجين التعبير عن حقوقهم وآرائهم من خلال الاحتجاج السلمي. نعم. طيب عن ثبت قتلة المتظاهرين، هل ما تزالون تتواصلون بشأن هذا الملف؟ هل قدمتم أدلة وشهادات عن القتلة؟ نعم سيد الكريم، يعني في الحقيقة يعني هنالك يعني مؤكد جهات مختصة يجب أن تبحث، هناك جهات تحقيقية يجب أن تبحث وفق الفقرات القانونية الموجودة، ويجب أن تبحث يعني أكثر من أجل الوصول إلى خطوات متقدمة من ناحية التحقيقات يعني استقصاء الأدلة الموجودة. يعني هنالك يعني كثير من الحقائق الميدانية التي شاهدناها في السابق، يعني الحقائق يعني كانت واضحة، فيجب مؤكد يجب أن يكون هنالك نتائج متقدمة من ناحية هذه التحقيقات للكشف يعني عن هذه الخروقات التي حدثت. يعني مؤكد يعني هنالك يعني اكيد يعني متابعه من ناحيه يعني سواء كانت يعني اجتماعيه وحتى من جانب السلطه القضائيه من خلال الاجراءات التحقيقيه، ومن ناحيه حتى يعني المنظمات الحقوقيه العامله بمجال الدفاع عن حقوق الانسان. نعم الكاتب احمد حازم عضو حركه نازل اخذ حقي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.